عالم بمن فيه في تقدمكم ما اكتشفتم طريقة تكون الجنين في بطن أمه؟ قولوا لنا. قبل 3 قرون؟ لا. 3 قرنين؟ لا. قرن واحد في أثناء ذي الوقت، وذا تحدث قبل 14 قرن. من قال له؟ ما هناك آلات محسوسة ينظر بها كيف يتكون الجنين في بطن أمه، فحدد كيفية تكوينه. من قال له؟ يا عقلاء، يا أهل البصيرة، يا أهل الحس، يا أهل الإدراك، آية أمام أعينكم واضحة، كل مولود من مواليدكم يقول لكم محمد صادق، وأنتم وآباؤكم وأمهاتكم وكيفية ولادتكم تشهد بصدق محمد. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا الأمر الذي كان مغيب على الناس من الطريق الحسي ما حد يعرفه، تقدرون تنقضونه؟ هي تقدموا، هي تطوروا، هي اكتشفوا، تقدرون تنقضونه؟ فولادتك دليل صدق محمد، وولادة أبيك وولادة أمك وبنتك وابنك دليل صدقه، كلها علامات صدقه. تريدون كم علامات؟ تريدون كم علامات على صدق الصادق؟ كل جنين دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم.